أهلا بكم من جديد مشاهدينا. ننتقل مباشرة إلى طرابلس والزميل غادي بوموسى من أمام المبنى الذي أو البيت الذي انهار، وتفاصيل أكثر معك غادي. كنا قد تابعنا هذا الخبر في النشرة الصباحية مع مقتل شخصين بانهيار هذا المبنى، تفضل تفاصيل. بحييك كلارا وبحيي المشاهدين. صحيح، نحن موجودون الآن أمام هذا المنزل الواقع في حي العصافيرة في الميناء، تحديدا يعني في الميناء في طرابلس، حيث عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل انهار سقف هذا المبنى المؤلف من طابقين، وما أدى إلى وفاة مواطن ومواطنة في يعني بعمر العشرين تقريبا 22 و 25 سنة. نشوف هذا المبنى يلي عم تقلي هون. إيه، هذا هو المبنى مؤلف من طابقين، الطابق الفوقاني منه مسكون، فاضي، عرفت كيف؟ بس حجر قديم وحجر رملي، عملوا فيه على أساس بدهم يعملوا ترميم، وما ترميم البلدية ما وافقت لأنه هذا مصنفين كيف بدي أقول لك أثارات، عرفت كيف؟ إنه شو هالأثارات هيدي؟ بتموت عالم، بتموت هذا. هن كانوا مقدمين طلب لترميم ولا؟ إيه مقدمين، ونام بالدرج عند علم الدين، نام عند علم الدين، عرفت كيف؟ ما وافق لهم إنه يرمموا، ما وافق لهم. إيه بقى امبارح الساعة 2 بالليل ما بنسمع الا خبطه بتهبط، وهيدي الغرفه اللي توفوا فيها اثنين من الاشخاص، بيناموا فيها خمسه، بيناموا فيها خمسه، يعني سبحان الله. هربت، كانوا ثلاثه، هربت وحده يعني نتت حالها وتعود تدفى، عرفت كيف؟ واثنين الساعه بيغسلوا بده يفوتوا يناموا، عرفت كيف؟ وقع عليهم صاف من الساعه 2 للساعه 4 للربع تقريبا حتى قدرنا نشلنيهم، لانه لا دفاع مدني شرف حضرته بعد شي 3:30 ومعه ربشين، ربش ضربوا فيه اول ضربه او منكسر، ولا حدا قرب ولا حديد هلا، ما في غير ضرب 3-4 واقفين، وما في ما كانه ما حدا صار شيء، كانه ما فاجعه ولا في شيء، والعيله ما انفجعت بشيء، ما كانه في شيء بهالبلد، يعني ما في الا على الفقير، هالبلد الفقير ميت ميت ميت، ما شو بدي الله كثير. هذا الردم كان كليته فوقهم، هذا امبارح انشال بالليل، انشال بالليل، صرنا نناول بعضنا ايدي، ما يعني ما حدا هذا، وقصة هيدي الصخرة والاشياء هيدي قصة في اكبر منها بكثير على المترين تقريبا، ايه وكله كان فوق اليوم اللي وقع هالقد كان شيء ثقيل مثل اكثر اكثر، قصة في جوا، قصة ما شفت جوا، هلا بتصور جوا بتشوف، هلا بتصور جوا بتشوف، يعني شوف الجورتين اللي انحفروا كأنه يعني محفور لواحد، وكانت خطبته نهار الجمعة 13 الشهر كانت خطبته للصبي، سبحان الله بداي ما يطلعوا خاطب عريس طلع شو بدي احكي؟ لا بلدي بدي بتحب تفرج جوا تفرج. عم تقول لي هون كمان انه بعد مهدد، انه لكن هذا الحاد مهدد وما حدا عم يطل، صرنا قايلين 200 مره ما حدا عم يطل، لكن العالم ما بتعرف امتى بيوقع على راس واحد، ومصيبه مصيبه اكثر. لا يعني توضيحا ايضا تم وضع مستوعبات النفايات هون، وايضا حواجز حديديه في اخر الشارع كرمال يعني منع المواطنين من الدخول بسياراتهم او حتى تفادي دخول المواطنين تحديدا الى هذه النقطه، لان حسب ما قالنا العم انه كمان مهدد انه اجزاء اخرى انها تنهار ايضا، يعني هيدي للاسف الله يرحمهم، يعني هيدي الدعوه النعوه. الشاب اسمه عبد الرحمن كخيه واخته اسمها راما كخيه، وهيدي ورقه النعوه يلي الصقت على المنزل حيث كانا موجودين، وانهار سقف غرفتهما عليهما ما ادى الى وفاتهما. رح ندخل انا والمصور سلام يونس الى المنزل. انا عم نشوف المشاهد يلي هي بسبب انهيار السقف. خلينا نكمل. اي وين الغرفه؟ وين الغرفه؟ شو بس الصخرة قداش شلو؟ تفضل ليك انها بس هيدي هي الغرفة يلي كانوا موجودين فيها.
هي يعني بينام فيها 5 أشخاص، كان موجود فيها 3 أشخاص. الجوار صبية قدرت، لا ما هي قدرت انها تهرب، و الشاب واخته ضلوا كانوا موجودين بالاوضه، و نهار السقف عليهم وتوفوا. هيدا الحادث اللي عم نحكي من الساعة 2 بعد منتصف الليل، وحتى ما تم نقلهما إلى المستشفى لأنهما توفيا على الفور. للدفاع المدني شو كان معه؟ للدفاع المدني شو كان معه؟ صور إياها يا عم. خلينا ما نحور الموضوع، أنا بفهم وجعك، بس خلينا ما نحور الموضوع، لأنه كمان الدفاع المدني ما ذنبه، هي فاجعة وقعت عليكم وعلى المواطنين. من هون شدنا الصبي، من هون شدنا البنت. هالجوار ليك، المشكلة ب أنا يا عمو، ابن عم أبونا اللزم. هون الصبي، هون البنت يا ابني احفرناه، وهون الصبي حفروه بهدول. حكيك صراحة بهدول. هذا إجا صاحب البيت قال بده يرمم البيت. طلعوا في عرقه رخام وميك فكوهم، لأنه بيركبوا شقب شقب، فكوهم وأخذوهم. هبط السقف معهم 2 سنت قول عصندوه بالعوميك، حطوا دعامات خشب مشان يسندوا السقف اللي فوق. نزل على سقفان، نزل سقف، نزل فوق سقف، هلا هدول سقفان. لا رأي يعني مشهد فعلا مفجع، يعني عم نتطلع لفوق، هيدا هو هيدا، يعني هون كان في سقف غرفة، يعني منهار بالكامل بالكامل، يعني حال ما عم تقشع السما، هون كله كان سقف ونهار بشكل كامل على الموجودين بالغرفة. هون سقفان، شو اللي يعني شو بيخلي سقف بهالطريقة؟ هذا قديم، هذا قديم، هذا قديم، بيجي كرونيش وبيجي رمل شي 50 سم وبيجي صب فوق 5 سم. هيدا اللي فوق فوق انشال دعم عنه من تحت، شرب مي كامل، صار له كذا، هذا شرب مي كامل. الحجر هذا قديم طاخ كله، الخشب طق فيه ما قدر يحمله، نزل على السقف التحتيني، التحتيني ما كان شبه شيء، التحتيني ما كان شبه شيء، بسبب الفوقوني راح التحتيني. انتم كنتوا شارحين خطورة الموضوع للبلدية، يعني كنتوا شارحين انه هالقد في خطورة؟ لكن البلدية معها خبر. 3 أشهر بعتوا مؤازرة علينا. شكرا لك. وأيضا إشارة أخيرة كلارا إلى أن بعض المحتجين الغاضبين بطبيعة الحال من هذه الحادثة اتجهوا إلى مبنى البلدية وقاموا يعني بتكسير زجاج المدخل الأساسي لهذا للبلدية، محملين مسؤولية ما حصل بسبب طلب تقديم الترميم والذي رفض من البلدية حسب الموجودين هنا، طبعا بانتظار رد من رئيس بلدية الميناء عبد العالم قادر الدين لتوضيح على توضيح حول ما حصل وحقيقة طلب الترميم وعلى من تقع اليوم المسؤولية في هكذا حادث أليم. نعم. هذه هي التفاصيل بالنسبة للموضوع. طبعا والدة ووالد الفتاة والشاب موجودان في المنزل، لكن لن نتحدث معهما بطبيعة الحال، على أن نكون في رسائل أخرى في حال ورود أي جديد. نعم طبعا غدي نعود إليك في سياق الحدث بعد قليل طبعا. وكما سبق وأشرت، نذكر بأن أهالي الميناء قد صبوا غضبهم على البلدية الميناء التي اتهموها بالتقصير في واجباتها لجهة عدم الاستجابة لطلبات ترميم منزل الضحيتين، فتوجه عدد من الغاضبين إلى مبنى بلدية الميناء وحطموا زجاج المدخل الخارجي، ومن ثم اقتحموا المكتب والقاعة الرئيسية وعبثوا بمحتوياتهما، كما أشعلوا النيران في حاويات النفايات. إذن هذه هي مشاهد التحطيم والاعتداء على بلدية الميناء من قبل أهالي الميناء الذين اتهموها بالتقصير في واجباتها لعدم ترميم منزل الضحيتين بعد طلبات عديدة لم تستجب لها البلدية.
إذن تابعنا الصور من أمام أو من داخل بلدية الميناء، وطبعا مشاهدينا سنكون معكم في نقل مباشر وتفاصيل أكثر عن انهيار مبنى والمقتل الشاب وشابة في الميناء جراء انهيار هذا المبنى مع زميل غادي بوموسى في إطار الحدث بعد قليل. مشاهدينا هذا كان كل شيء، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.